ومعنا مشاهدينا من باريس عبر سكايب السياسي العراقي السيد أمير المفرجي. مرحبا بك سيد أمير. إذا بعد قتل متظاهرين بإطلاق أفراد من ميليشيا بدر نارا على المحتجين في محافظة ميسان جنوبية العراق، أين حقوق الإنسان وحرية التعبير في العراق؟ مساء الخير وشكرا للاستضافة. أهلا وسهلا. من الطبيعي أن في ما يحدث في العراق في ظل جو ومناخ طائفي ومناخ تغيب به الديمقراطية التي وعدوا بها الشعب العراقي بعد 2003، هي يعني نرى نتائجها بوضوح من طريقة التعامل مع المتظاهرين الذين كانوا يعني وراء هذه المظاهرة التي كانت سببها هو الوقع المأساوي الذي وصل إليه العراق والعراقيون الذين كانوا أصحاب عزة وأصحاب مال وأصحاب ثروات. إذن لا مجال لوجود ديمقراطية ولا مجال لوجود حقوق إنسان لنظام جاء عن طريق المحاصصة ويعني ضحايا العراق من كل الطوائف والمكونة في العراق منذ 2003 قد تعد ملايين. يعني الآن هناك سيد أمير هناك أنباء عن تطورات كبيرة في مشهد هذه التظاهرات في جنوبي العراق، وهناك غضب وحتى في وسط العراق محافظة بابل وغيرها، هناك غضب المتظاهرين يعني يزداد، كيف ترى هذا الغضب إلى أين يتجه برأيك؟ شيء طبيعي، يعني كان من المفروض أن نلاحظ هذا المدة يعني طويلة، لأن العراق قد مر ب يعني 15 عاما من الظلم وأصبح العراقي يعني في وضع مأساوي. ولكن أنا شخصيا يعني في تحليلي الشخصي إن ما يحدث في جنوب العراق قد حدث سابقا، ولكن في هذه المرة الأشياء قد تبدلت. هناك شيئان مهمين في يعني في تحليلي فيما يتعلق بهذه الثورة العراقية في منطقة الفرات الأوسط والبصرة في الجنوب. هناك مشكلة إقليمية، وكما تفضلتم في يعني التقرير الذي عملته قبل قليل، هناك مشكلة إقليمية قد أثرت على الوضع العراقي وأعطت نوع من الزخم والقوة للمتظاهرين العراقيين، ألا وهي يعني النزاع الإيراني الأمريكي في العراق. وهناك أيضا مشكلة داخلية، هناك نزاع داخلي بين هذه الأحزاب نفسها. هناك يعني صحيح أن الأحزاب قد ثارت، أن المواطنين قد ثاروا ضد الأحزاب الحاكمة، ولكن أنا في نظري الانشقاق الداخلي داخل الأحزاب الطائفية له تأثير أيضا في زيادة حدة يعني المظاهرات العراقية. من أجل ذلك سيد أمير، صحيفة الاندبندنت ذكرت في تقرير لها أن العراق مضطرب، و كما ذكرتم الولاءات الحزبية تهيمن على مؤسساته. إلى أي مدى تؤثر هذه الولاءات في أداء الحكومة ببغداد مع قضايا الناس وهذه التظاهرات؟ شيء طبيعي، ليس هناك يعني العراق مقسم طائفيا بين أحزاب، يعني هي نفسها مقسمة وتتصارع. يعني إذا أخذنا بعين الاعتبار ما حدث ما بعد الانتخابات المزيفة والتي حرقت صناديقها، هناك مشكلة الآن في العراق لي يعني للخروج من هذه من هذا المأزق، وهذا المأزق يعني يصب في موضوع ما يحدث في العراق، لأن العراقيين عاد عرفوا بأن العراق قد يعني فجر داخليا من قبل الأحزاب. ليس هناك دولة يعني تقودها شخصيات وطنية، ولكن تقودها أحزاب وميليشيات، كل له هدفه وكل له يعني استراتيجيته في الثراء وفي السرقة وفي الهيمنة على المشهد السياسي العراقي. إذن أنا في نظري هذه الهجب يعني هذا الصعود في حجم ويعني حجم المظاهرات في العراق هو ناتج أيضا عن تفكك المشهد السياسي العراقي من خلال الأحزاب الحاكمة التي وصلت بعد 2003. طيب، وسط دخول الرصاص الآن وسيلة لإسكات المتظاهرين وما نتج عنه من قتلى وجرحى في بعض المناطق، هل دخلت التظاهرات منعطفا جديدا، وكيف تستشرف مستقبلها سيد أمير؟ أنا في نظري ما يحدث الآن وانتشارها كقطع يعني دومينو
بهذا الشكل السريع هو إشارة واضحة على أنها مظاهرات عميقة ولها أساس عميق وثابت يستطيع أن يثبت على المدى القريب والمتوسط وحتى البعيد. إذن ما يحدث في العراق ووصول هذه المظاهرات إلى بغداد اليوم، لأن بغداد أنا في نظري هي المركز وبغداد ستنتفض يعني ملاقات المظاهرين المتظاهرين في منطقة الفرات الأوسط وفي منطقة الجنوب العراقي. وما يحدث خصوصا في منطقة البصرة الغنية بالنفط، البصرة هي يعني رئة العراق، منها يصدر النفط العراقي، منها الموانئ العراقية. ما يحدث في البصرة هو إثبات على أن الثورة العراقية بشكلها الحالي هي يعني ثورة حقيقية تستطيع أن تذهب إلى أبعد ما يتصوره بعض المحللين في الوقت الحاضر. أشكرك شكرا جزيلا من باريس عبر سكايب سيد أمير المفرجي السياسي العراقي.